في قاعدة دايما بتربط علاقة المدير الفني بالمشجع، المشجع دايما بيبقى مقتنع ان المدرب من حقه يألف طالما نتائجه ايجابية، بمعنى ان لو التأليفة صغيرة زي كده لازم يكون الراجل نتائجه جيدة، لو التأليف بتاع الراجل ده مبالغ فيه لازم تكون نتائجه كانت كويسة قوي، لو الراجل ده بيألف كتير جدا لازم يكون نتائجه في الماتشات اللي قبلها تشفع له انه يعمل التأليف ده كله ويحقق نتائج ايجابية بالتأليف ده، يا اما هيبقى النتائج بتاعة الراجل ده دايما تحت البار اللي بيرسم حد قبول الجمهور لتأليف المدير الفني. وفي الحقيقة ميتشو ضرب المعادلة دي كلها، لان هو ألف تأليف جامد جدا وفي نفس الوقت حقق نتائج سيئة جدا، اهمها انه خسر نقطتين قدام اف سي مصر في مباراة هنشرحها على سبورة في الجول. المشكلة بتاعت ميتشو كانت فعليا انه مختار اسماء ما تنفعش مع بعض ان هي تكون فريق. الفريق ده في العادي بيبقى مكون من شوية عناصر مهمة، لازم يكون الفريق فيه شوية سرعة، لازم الفريق يبقى فيه شوية قوة، لازم الفريق يبقى فيه عنده شوية شراسة، علشان خاطر التلات عناصر دول مثلا هما اللي بيخلوك تتحرك من غير كورة، بيخلوك تقدر تضغط على الخصم، تقطع الكورة وتسترجعها مبكرا، تقدر تدافع حتى بشكل كويس. انما لما العناصر اللي في الملعب تبقى كلها مهارية، كلها صغيرة في السن، وكلها ما عندهاش قدرة على ان هي تسترجع الكورة، يبقى طبيعي جدا ان الزمالك يضيع نقطتين قدام اف سي مصر. اللي حصل ان الفريق كان بيبقى واقف في مكانه، مفيش اي مشاكل خالص. خلينا نشرح الزمالك على ان هو اللون الاخضر. طيب كانت ايه المشكله؟ كانت المشكله ان اي واحد ماشي بالكره كان بيقدر يعدي منهم من غير اي مشاكل خالص. السبب الرئيسي ان خط الدفاع ده ما عندوش اي خبره ومفهوش محمود علاء الشخصيه الكبيره اللي تقدر تقول للعيبه يا جماعه ما تتراجعوش لورا. المدافع الجيد هو اللي دايما قادر ان هو يزق زميله لبره منطقه الجزاء، والناس كلها ممكن تفتكر حاله دفاع ليفربول قبل ما يجي فان دايك وبعد ما جه فان دايك. الفكره كانت قبل ما يجي فان دايك ان اي حد عايز يدخل منطقه جزاء ليفربول او بيعمل باصتين المدافعين بيخافوا يخشوا منطقه الجزاء، فبيبقى في مساحات كبيره بين خط الدفاع وثنائي الارتكاز، فالمساحات دي بيستغلها الخصم بمنتهى البساطه، وده اللي حصل من غير محمود علاء. ثنائي الدفاع بتاع الزمالك جوه منطقه الجزاء بلا داعي، وبالتالي في مساحه كبيره جدا مع لعيبه وسط الملعب اللي اصلا ما بتعرفش تقطع كوره. انما في الحقيقه معظم الهجمات خاصه في الشوط الاولاني كانت جايه كلها من ناحيه عبد الله جمعه، عشان الراجل ده ما كانش موجود في الملعب، الراجل الجناح ده ما بيرجعش يقدم الدور الدفاعي بتاعه، وبالتالي اي زياده عدديه بتعمل ارتباك على خط دفاع الزمالك وعلى خط وسطه. ميزه الراجل ده في مباريات الكاس كانت ان التشكيل ثابت، الخطه ثابته، اللعيبه بترتفع علاقتها ببعض تدريجيا وفهمها بالخطه بيرتفع تدريجيا، وبالتالي النتائج بتتحسن والاداء بيتحسن. انما تطبيق 100,000 خطه كل مباراة وتغيير الخطط أكتر من حتى تغيير اللعيبة بالتأكيد تأثيره كان سلبي للغاية على علاقة ميتشو بالجماهير، وبالتالي على ثقة الإدارة في ميتشو، وبالتالي على تأثير ميتشو في اللاعبين، وبالتالي في مشروع الزمالك واستقراره.